الإمارات قدمت نموذج للتطوير الاجتماعي والسياسي من خلال انتخاب أول امرأة رئيسة مجلس الوطني الاتحادي، وهذا أول مرة يحدث على أرض الواقع في منطقة في الشرق الأوسط عربية. يعني بالنسبة لي أنا كمحمد بن زايد، وأنا أعتقد بقناعة كبيرة بالنسبة لكل إماراتي غيور، أن تكون هناك امرأة موجودة على رأس هذا الهرم في منطقة في الشرق الأوسط. نحن خطينا خطوة كبيرة جدا. اليوم نحن محظوظين بوجودها وجود أخوانا وأخواتها هنا عندنا. نحن المحظوظين. الله يسلمك. مشروع مسبار الأمل. يمكن الكثير من الناس ما يعني شيء كثير، لكن أنا بالنسبة لي يعني لي شيء وايد كبير. أن يكون الإنسان عنده طموح بعد 25 سنة، أعرف أن هذا الإنسان عاقل، أعرف أن هذا الإنسان عنده طموح يبي يروح إلى اتجاه معين. إذا الإنسان يسعى إذا يروح من نقطة ألف إلى نقطة باء، والمسافة هاي بالنسبة للكرة الأرضية بالكيلومترات محسوبة، أعرف الإنسان عنده طموح كبير إذا يبي يسير للفضاء، وخاصة إذا بيحققه بعد كذا سنة. ناهيك بالإيجابيات اللي بتكون موجودة معه، سواء في عقل الطفل اللي في المدرسة هي ولا هو، أو في طموح الناس اللي يشتغلون في هذا المشروع بشكل مباشر وغير مباشر. بالنسبة للأولويات، الأولويات ستتواصل خلال العام المقبل بالنسبة لنا، وعلى رأسها المواطن. نعم، أولوياتنا في الاستثمار في هذا الإنسان الإماراتي هي هو، وتقديم كافة المشاريع والخدمات الحيوية له، كما أن القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين ستحظى بالعناية والرعاية. نعم، سيظل رهاننا ثابت على الاستثمار في المواطن، في المواطن، ومضاعفة الجهود خاصة في مجال التربية والتعليم لمدة على الأقل 25 سنة قادمة، لأن نحن نريد نبني إنسان متعلم قادر أن يرد بالنفع لبلاده، وهذه مرحلة تأخذ وقت، وخاصة تأخذ وقت مضاعف من وين نحن بدينا فيه.